السؤال الثاني يسأل عن البنت إذا مرت من أمام المصلي هل تقطع الصلاة؟ المرأة إذا مرت من أمام المصلي يعني قريبة منه فإن فيها خلاف في المسألة، خلاف، ولا يتركها تمر بل يمنعها ويصلي إلى سترة حتى ما يمر بينه وبينها أحد، لا امرأة ولا غيرها، ويحرص على هذا. نعم.